اسمي هشام عبد الله أبوالخير من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، طالب في قسم الهندسة الميكانيكية. شاركت في برنامج القيادة الريادية في وادي الظهران للتقنية. بدأنا البرنامج وهذه ثالث حصة ناخذها. تعلمنا كيف نقدر نقيم مشروعنا، كيف أول خطوة للحصول على فكرة ناضجة وفكرة نقدر نبني منها المشروع. أنصح أصحابي واللي ملتحقين في الدورة أنهم يستفيدون منها، واللي ما التحقوا أنهم يلتحقون فيها. شكرا.